خديجة مزين نوح، ونشوفوا هذا المقطع اللي أبدعت فيه الممثلة اللي حاضرة معنا، ورانا راجعين باش نسقسوها بعض الأسئلة. يلا ملكة ملكة إبراهيم عليك إذن والله صراحة لقطة، يعني كل الجزائريين تفاعلوا مع هذه اللقطة، ربي يرحم كل الأموات إن شاء الله ويشفي جميع المرضى. خديجة مزيني، تكلمينا على هذه اللقطة، شحال عاودتيها من المرة وكيفاش كان شعورك؟ لأنه صراحة كي نشوفوها في كل مرة نعبدون بكيو صراحة. أولا أريد أن أترحم على زميل الفنان القدير بلاحة بن زيان، ربي يرحمه، ربي يرحمه ويصبر أهله. والله هذه اللقطة اللي شفتوها عشتها في هذه اللحظة. أنا نعيش أدواري، نعيشهم. نعم. حقيقة يعني ما عودتهاش، عود هادو اللسان هادونا ما نعاودهمش، نلعبهم خطرة. هذه خطرة. نعم صراحة. هذه المشاهد ما تتعاودش أنيسة، لأنها مشاهد كتير حساسة، ومشاهد يعني تاخذ من الطاقة ديالك. نعم كلها. صح. يعني الإنرجي كلها تروح. ألو هذه المشاهد أنا نهضر مع المخرج من قبل أمين بومدين اللي نحييه. نعم. هضرت معه قلت له أمين هذا المشهد ما راحش نعاوده، يعني لازم تحكموا كل حاجه تكون في مكانها باش ما يتتعاود، خاطر حتى ولا عاودته لكم ما راحش يكون كما الاول. صح. وكما كان الحال يعني ما قدرش يقطع، خاطر كان تلمو حساس، تلمو عشته، تلمو غبت، يعني رحت في غيبوبه في هذا. نعم. المشهد سافرت الى عالم واحد اخر. نعم. يعني يعني نحسوا ايه سيتي اون فوا، وهنا تغشيت هنا يعني. هنا. نعم. كما راكم تشوفوا هنا تغشيت. صح.